هذه شركه كوسيمار، شركه سكر. ايوا هذه هي اللي كتفورني السكر المغاربه، السكر الابيض الهيدروجيني اللي كيجيب الامراض واللي كيطلع السكر في الدم اللي كيرد الناس ديابيتيك. عامله قافله ديال الابداع وديال التنميه اللي كتسوتوني فيها لي بروجي. شوف شركه كونسيومار، الله يرحم الوالدين، السكر اللي كتعدلو راهو بصح ديال قصب السكر، ولكن البروسيدي اللي كيدوز فيه راه ماشي مزيان. هادي قصب السكر ميت، كيمكن نخدموه باش نخرجو منه السكر اللي هو طيب اللي هو ما كيمرضش، باش اون موديفي با لا سيلول ديال السكر. عباد الله لا سيلول ديال السكر لا موليكول ما خصهاش تبدل، فبركه وما تبدلوك لي موليكول. غادي ناخدو قصب السكر وغادي نخرجو منه بحال اللي كنخرجو ان جو العصير. بغيتو تقيسوه هبطو لفندق الشجره، كاين واحد السيد تما كيبيعو بخمسة دراهم عصير ديال قصب السكر صحي، يمكن كاع يخلطو لك مع الزنجبيل وكيولي سكر صحي. فعوض هذاك اللي كتبيعو 11 درهم 12 درهم للمواطن واللي هو كيعمل الامراض. ومشاريع التنميه اللي نتوما كتداعيو وانت انكم كتدعموا شنو سميتها قافله الابداع، ايوا ما نزرع بذور التنميه. اسيدي زرعوا غير البرودوي ديالكم مقاد وبركه علينا من الهيدروجيني، راه شبعتونا امراض.